عقد صندوق العمل تمكين تعاونا جديدا مع معهد سانس التدريبي من أجل توفير برنامج تدريبي متخصص في مجال الأمن السيبراني وذلك لتدريب مئات البحرينيين حيث سيبدأ البرنامج بتخريج مئتي بحريني خلال العامين المقبلين تأتي هذه المبادرة كجزء من توجهات تمكين الاستراتيجية التي تعكس احتياجات سوق العمل الحالية والداعية إلى تزويد الكوادر البحرينية بفرص تدريبية تخصصية ذات جودة عالية في المجال التكنولوجي وما يتبعها من الحاجه الى التخصص في مجال الامن السيبراني الدقيق وذلك لتحقيق النمو والتاهيل اللازم الذي تتطلبه الفرص الوظيفيه المستقبليه في مجال التكنولوجيا المتطوره وتعقيبا على هذا التعاون أكد سعادة السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن الصندوق ملتزم بتحقيق هدف استراتيجية عمله للأعوام 2021-2025 المتمثل في خلق الأثر الأكبر في الاقتصاد الوطني